السلام عليكم ورحمة الله. في حلقة جديدة من برنامج الرماية في أسبوع. حلقتنا لهذا الأسبوع راح تكون خاصة لمنافسات بطولة كأس الاتحاد القطري للرماية والقوس السهم، واللي هي بداية الموسم الرياضي. راح نتابع فيها جميع المنافسات والإنجازات اللي حققوها أبطال وبطلات اللعبة في هاي البطولة. خليكم معنا. عندنا معسكر تدريبي وحصلنا نتائج اليوم في اول بطوله لي، في اول مشاركه لي في البطوله، وخذيت المركز الاول الحمد لله. عندنا مشاركات جايه ان شاء الله في العشر متر، ونتمنى الخير في البطوله الجايه. With a score 181.4 is taken by Aziz Mohammed Rakhimov. قبلها كنا مسوي نفس معسكر في نادي روسيل، كنا نكثف تدريبات عشان نقدر نحقق انجازات يعني في الميدان والبطولات. وباكر ان شاء الله بنبتدي مباراة ثلاث وضعيات 50 متر وان شاء الله نحقق انجاز. يعني بدينا معسكر في من قبل اسبوع، بدينا المعسكر الاستعداد للبطولة، بطولة كأس الاتحاد، واليوم ان شاء الله بطولة فيتا 36 سهم. والله كريم ان شاء الله، الله يوفقنا. خلص الجزء الأول من حلقتنا اللي خصصناها لبطولة كأس الاتحاد. أوعدكم إن شاء الله بحلقة ثانية وبجزء ثاني لبطولة كأس الاتحاد، راح نتابع فيها أبرز الإنجازات اللي تحققت في البطولة. لا تنسون السبسكرايب على اليوتيوب. في أمان الله.